مستقبل واحد من أجل هذا الوطن العزيز. لكن كما ذكر أخي آنفا، هذه الحركة حادت عن الحياد وبدأ يبقى كأنه ناطق رسمي في اسم الحركة، وكما تعلمون جيدا وما من لحظة إلا الأخ أو بعض الإخوة تراه في الميديا يتحدثون أكثر من الدعم السريع. وهذا الحديث أثر كثيرا وسوف أثر كثيرا وكثيرا، هذا الاتصال دائم معهم. هذا الحديث الذي يساق في الحركة أصدقوا القول بأن الكثيرون غير راضون عن ذلك، لكن هناك وقت بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نعود جميعا إلى حركتنا ونجدد من نشاطنا ونشاط نتوحد في صف واحد من أجل هذه الحركة الفتية وأهدافها القومية إن شاء الله. هناك أيضا سبب آخر بصراحة كان لنا العشب قليلا رغم هذه التحديات الصعاب، إلا أن هناك بصيص أمل على أن تصحح هذه الأخطاء في إطارنا الأسري في الحركة. لكن ما اتضح لنا جليا بأن الحركة هذه أو مؤتمر الاستثناء اللي عملناه أصبح زي ما بقول أهل أخوانا شمال في مريم، لأنه معظم قياداتنا انتماءهم وانتماءهم في تقدم، أنا أقول تقدم احترامي شديد تقدم وورا التقدم، وجود الحركات في تقدم هذا قصم ظهر الحركة بصراحة. أصبحنا جسم غير ملغوم في التقدم. أنا لا أقول هذا يا جماعة، ما بقول عن كذب ولا افتراء ولا مؤتمر، الله سبحانه وتعالى يسأل أنا متابع. حضرنا مؤتمر تقدم ورأينا في أم أعيننا هناك فجوة بيننا نحن بصراحة، هناك عدم رغبة واضحة جدا جدا من إخوتنا في تقدم تجاه الحركة. ولذلك كثيرا ما تجد الحركات في زيلية التقدم. صحيح قد يعقل يعني جعل من اي تمسيس وكان على مستوى التشريع او مستوى التنفيذ او الهيئه القياديه، لكن اصبح عباره عن اسماء فقط. لكن حتى في 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 التقسيم، حتى في التقسيم في مؤتمر التقدم اللي حضرناه نحن، انا واحد من حضور مؤتمر التقدم في الاسبوع، يعني نحن كحركات مسلحه عندنا فقط 20% فقط من عضويه التقدم. في انه تلقى التنظيمات السياسيه الاخرى تنظيمات أسماء كما تعلمون، أسماء فقط. تلقى تنظيم فيه مثلا مؤسسين 3 نفر وبكون شريك بأربعة خمسة صفات، يعني بمعنى آخر يعني تلقى 7 نفر من 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 حزب ما أو حركة ما يشاركون في إذا بالحركة. نحن كحركة تعلم سواء إبانة تلكم الفترة كنا من فقط نشارك بثلاثة أو 4 أشخاص فقط. أيضا هذه أيضا من الأشياء اللي أدى إلى بصراحة انهيار هذه الحركة تماما. والكثيرون جدا، أنا أقول هذا الكلام وصل منه، الكثيرون جدا الآن هم يتململون داخل حركة الأخ، ونتمنى إن شاء الله يعني يلحقوا بنا ونحن إن شاء الله بالمهل، وإن شاء الله نحن معهم اتصال، لأنه نعلم علم اليقين اختلاف الرأي لا يفسد في ود القضية. نعم اختلفنا معهم رأيا، ولكن علاقتنا وتواصلنا لغاية هذه اللحظة متواصلين، ونحكي لهم ما دار، وإن شاء الله ندعوهم جميعا إن شاء الله إلى أن ننخرط جميعا ونصطف جميعا، لأن هذه اللحظة لا تتحمل قط، فقط يجب علينا أن نتوحد إن شاء الله ونترك الصغائر من أجل هذه الحركة إن شاء الله. أنا شاكر ومقدر لهذه الأسباب بسيطة جدا جدا إن شاء الله، وأثناء الإجابة على أسئلة الصحفيين إن شاء الله حيكون هناك أسباب كثر إن شاء الله، وأنا شاكر ومقدر إن شاء الله. وإذا ما تحدثت عن أسباب الرجوع كثيرة جدا، لكن لا بد أن أذكر جزء منها. أول حاجة مراحل، الشيء جميل جدا اللي بصراحة كان محفز جيد جدا لرحلتنا للعودة، النداءات الصادقة من قيادة الحركة للعودة والتصريح من الداخل، ده أحسن محفز بالنسبة لنا، لأنه نحن لما خرجنا كنا نرى هناك ضبابية، لكن الآن النداءات الواضحة والبينة والداعية الآن نجي سويا لنحل مشاكل الحركة، ده يكون كان أكبر محفز لرحلتنا بما جعلنا نحن الآتين والقادمون أيضا بهذا الطريق إن شاء الله. بطل يا جماعة الوضع الآن في السودان لا يتحمل، لا بد من التنازل عن الصغائر، لا بد من التنازل من المشاكل الشخصية أو الصغيرة، ولذلك يجب علينا جميعا أن يتحدوا ويتنازلوا عن الصغائر ويقفوا في هذا الوضع ده بالذات. ما في أي مجال لحديث عن أسباب جانبية شخصية مناطقية، كل الناس تستصف واحد إن شاء الله من أجل وحدة هذا السودان وإنقاذ من هذه المصيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى إن شاء الله.
فبرضه اخواننا من المحافظه الجديده ومن المحافظه الجيده الاجراءات التصحيحيه في حركتنا الان، نحن نرى ونشاهد هناك اجراءات تصحيحيه مجلس اداره جهاز تنفيذي بكامله في تصحيح جيد جدا جدا ملاحظ على المرأة من الناس، وانا بعتبر دي خطوه جدا جدا جدا، ونحن حقيقه سعداء جدا بهذه القرارات الجديده المكاتب التنفيذيه الجديده وهكذا. ان شاء الله نحن جميعا صف واحد نبني ونؤسس ونتناقض ونتحاور داخل البلد ان شاء الله المسمى ننطلق. شاكر المقدم ان شاء الله في فرصه ثانيه ان شاء الله اثناء اجاباتي لاسئله الاخوه الصحفيين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا استاذ التجاني توم حارث رئيس اجهزه الشرعيه في حركه العدل والمساواة في الحقوق. الحقيقه يا جماعه ما فضل اي حد مع داعي من الميليشيا في الحقوق. انا بشوف الاخ الاستاذ التجاني يقول انه ميعاد من لا كل الاعضاء موجودين مع الحقوق. في مجموعات طلعت بقياده تندي والمجموعه الثانيه بقياده الاستاذ مهدي، وفي المجموعه الثالثه وفي بعض المجموعات شغالين معاهم، لم يتبقى غير اربع او خمس اشخاص فقياده الصندوق، وبندعوهم انه يعودوا لحد المساواه هو يوضع رشدهم. الان اتيح فرصه للاسئله، ونتمنى انه الناس تغير بالزمن عشان نقدر ننتهي للتنظيم في العدل من الناس، وشكرا جزيلا. خلينا نجاوب على السؤال الاول. لا خلينا نجاوب على السؤال الاول. لانه لم يتبقى احد مع مجموعه الصندوق. لا لم يتبقى احد مع مجموعه الصندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللواء يا عبد الرحمن موقع قلبي بين الباقي. الان استاذ عايد من الميدان تقريبا او من موقع القوات التابعة للصن، ونحن متابعين يعني تاسيس حركه العدل والمساواه منذ حياه الدكتور خليل رحمه الله، وكيف انه دافع عن اهل دارفور. فكيف ينظر الان من هو في الميدان او في الحدود الليبيه لما يحدث في الفاشر ولمنع المساعدات الانسانيه؟ هل الميدان او القوات التابعه للصن هي توافقه في الراي؟ أم هي لها نفس المواقف السياسية؟ طيب تحية وتقدير لكم سر القصاص قناة البلد. أنا أذكر إنه دانتي الإجري في كتابه الفردوس والمطهر والجحيم عمل ثلاثة مداخل. الآن أنتم خرجتم إذا افترضنا ده المطهر، وعدتم إذا افترضنا ده الفردوس. الآن في جحيم، والمفقود
مفقود يعني في سلسلة مفقودة. إحنا نسأل عدتهم بأي باب يعني؟ باب الضوء ذاته كان شكله شنو؟ لأنه العودة دي ما مقصود بها حركة العد والمساواة. لأنه نحن نفكر أي زول يرفع الميليشيا دي، الآن هو جزء من معاناة الشعب السوداني. عودتكم ذاتها ما نفكر حركة العد والمساواة، ده تراجع عن المبادئ اللي هي أعلنتها. لازم يكون في مكاشفة مع الشعب السوداني، إنه المجموعة رجعت لأنها اعتزلت الشعب السوداني وتقدم خطاب اعتذار. وإلا العودة دي يعني نحن بنقايض باليمين الميليشيا وباليمين نقول نحن مع الشعب السوداني. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، ما تفضلتم به برضو أن أذكر بيانكم التأسيسي، أذكر تماما وموجود من دي النسخة منه يعني. المغالطات الواردة في البيان ده أفتكر برضو دي واحدة من أزمات السياسي السوداني، إنه يخرج باليمين ويجي بالشمال. أنا البيان ده أذكر ولو كنت متأكد إن المجموعة دي هي نفسها كان جبت معايا وقريت جزء من فقراته يعني. أنت قلت دكتور جبريل اختزل المؤسسات في نفسه وكده، التغير شنو يعني في خلال الثلاثة شهور دي في دكتور جبريل يعني؟ ونذكر أن حركة العدل والمساواة الآن مستمرة في أداء رسالتها وتقاتل إلى جانب الشعب السوداني. نطالب بإجابات مش لمهم بس، نطالب العدل والمساواة بالإجابة على هذه التساؤلات المشروعة. أختم بسؤال أخير، أنت كنت العائد من القوات ميليشيا، أفتكر ذات إدارة أخلاقية كافية إنه أنتم لازم تقدموا اعتذاركم مش لحركة العدل والمساواة، ده كيان سياسي بالحق، لكن لازم تقاتلوا الشعب السوداني وتعتذروا عن الخطا والدعم الميليشيا ومناصرتها. 6 شهور هاي عدد كبير من عمر الحرب يعني. شكرا جزيلا وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. علي حسن شبكه الهندسه. انا عندي 3 اسئله. السؤال الاول، ما سمعنا راي المجموعه المشتقه في معركه كاو وغيرها. نمره 1. نمره 2، ذكر المتحدث اسم اخواننا في تقدم. فنحن عارفين تقدم دي الحاضنه السياسيه للمليشيا المتمرده، وكنا الشعب السوداني عارف الكلام ده. النقطه الثالثه والمهمه، هل المجموعه المشتقه جاهزه الان لتتقدم الصفوف مع اخواننا للصفوف الاماميه للدفاع عن الوطن؟ شكرا. جمع الأسئلة ونعطيها الفرصة. وأنا بعتبر دي أسئلة منطقية جدا ولا بد من أنه نسأل. السؤال الأول، هل الإشقاق يوضي صدر؟ السؤال طبعا الشدة لا أكد لك يا جماعة قطعا، ده كلام حقيقي جدا وأنا أكد لك ثلاثة من هذا المنبر. الآن نحن الجيل هنا دي. الجيل الآن عمل المؤتمر ما أتينا تبسيط فقط الأعداد المهولة جدا الآن المسجلة ده، نحن ضمننا خروجهم الآن. الآن ضمننا خروجهم والآن موجودين وجاهزين وهم رهن الإشارة للانضمام مع إخوتنا في حركة العدل والمساواة ونخط إشارة مع القوات المسلحة من أجل الدفاع عن هذا الوطن. ده ما مزايدة، أنا بقول الكلام ده. أنا طلعت مجموعة كبيرة جدا جدا منهم حتى بعد أن خرجت. أنا ما خرجت كشخص، إنما خرجت لمجموعة كبيرة جدا جدا، وإن شاء الله لحاقا حيكون مجموعة. إذا كان في ناس في الميدان الآن أنا متأكد بعد 2 أسبوع 3 حيجوا خارجي. يعني بمعنى آخر، قد تسمع عن حركة الصدر اسما لكن لغاية اللحظة في الميدان ما في أرقام، ما في ناس. الموجودة أنا هناك اتصال معهم، كلام أنا بقول الإعلام واضح وصريح بإذن الله سبحانه وتعالى. لم تجدوا لصدر يعني جندي يقف مع الدعم السليم.
لأن كلهم اقتنعوا تماما، والكثر منهم عادوا، وأنا عاد معي 29 نفر بعد أن وصلوا داخل السودان، وصلوا داخل السودان حتى بعد ذلك شنو يتناقض ما سأل. إن شاء الله نكون إجابة شبه مالا. واحد برضو يا أخواننا، ما نظرت الإخوة في الميدان فيما يحدث. شوف الإخوة إذا كان إخوة في الميدان الآن، إذا كان فيه أنا لا أقول إذا كان فيه، معناته الموجودين الآن هم أتينا إلى إخوتنا وهم الآن رهن الإشارة كما ذكرت آنفا، لكن لا رأي لهم، ما في عسكري في الميدان، لأن ذاك التمن الذي عطل عمل صندوق، ما في عسكري، كلهم يتمللون بالزاد الفاشل، لأن أخواننا فاشل عبارة عن يعني مكان بلدهم أصلا، عشان كده في تمرمر واضح جدا جدا، لكن ما في طريقة، لأن الميدان ما كهذه البقعة، الميدان خطير جدا، كثيرين موجودين، لكن شنو الكل يلتدي الصمت ويبحث عن طريق إلا شنو الخروج، لكن أصلا الميدان برمته ما سمعت بأذني شخصا يناصر الدعم السري قط، لأن أخواننا هم من الفاشل ومن السودان وأبناء السودان يتألمون كما تتألمون أنتم. كثيرون جدا جدا، نحن هناك أمهاتهم وآبائهم هنا قتلوا وشردوا لغاية اللحظة، ولذلك الميدان ما في شخص مناصب لصمت بالذات إذا كان واقفا مع الدعم السلمي. ثلاثة برضو خرجت وعدنا وسلسلة المقبولة والعودة والمكاشفة، نحن واقفين، نحن لا من خرجنا أصلا كان عندنا قضايا تنظيمية في المقام الأول بالبقى. نحن لو علمنا بأن هناك أجندة خفية واضحة في التنسيق مع الدعم السري ما خرج الليلة الهيئة القيادية بتاع صندل الليلة، لو علم اليقين بأن صندل عنده أجندة واضحة جدا جدا في التنسيق مع الدعم السري، والله ما يقعد ولا ساعة. أنا كهذا بقول وطوالي وشاهد قدامه. بالمناسبة نحن لغاية الآن بنحدد أنتم كصحفيين، نحن في الهيئة القيادية عندنا اجتماعات دورية، أي تغريدة غرض صندل نحن نعمل اجتماع. خلاص؟ إذا لغاية الآن نحن سبب مقنع يؤكد بأن صندل غير التغريدات دي علاقة مع الدعم السريع معنا. نحن كل ما نجتمع يقول يا أخوانا والله أنا تغريدات فقط، وعبارة عن تغريدات شخصية فقط، هو يتبرع كذلك. ولذلك نحن والله لغاية اللحظة صحيح التغريدات كان السبب أساسي جدا جدا في خروجنا، لكن لا نرى هناك شيء واضح، لكن هذه الرائحة الاشتمالة من خلال تغريداته أكد لنا ذلك، لكن شيء واضح كده بين مال عربات أو شيء مال. أنا كنت أقول أريد من البداية ما في الدعم السريع لو بدي صلل بتغريد حاجات كانت بدرية، لكن ما عنده صحيح الدعم السريع عنده موقف من صدر، ولذلك أنا شدد أحكي يا جماعة ما بي يعني صحيح صندل الآن يغرد ليلة نهار، لكن ما عنده قد يكون في شيء بينه وبين الدعم السريع، لكن نحن كناس كنا معاهم والله لا علاقة لنا، لي أنا والإخوة الموجودين ما في شخص واحد يومي من الأيام سواء كان في الهيئة القيادية أو في اجتماع المكتب التنفيذي ما تحدث لها قط عن جند أو بدع عن الدعم السريع قط. ده أنا كلام أقول اليوم للتاريخ، صحيح كثيرون تغريدات يؤكد ذلك، لكن نحن كمكتب دليل رابطين كل ربط وتلف فجوة بيننا وبين خلالنا لغاية ما خرجنا إن شاء الله. بيان الخروج ده واضح، نحن في نرى بأننا أتينا عائدين بيان الخروج. نحن والله لو في حاجة أكثر من البيان كان عملناه، والآن جاهزين تحت قيادتنا، لأنه نرى بأن هذا الوطن محتاجين في اللحظة دي، زي ما نجينا وعندنا أسباب منطقية بنرى بأنها عولجت في الداخل، زي ما ذكرنا آنفا في كلامنا، في خطوات صحية، في ترحاب، في انفتاح من الحركة، دي نحن دارنا أصلا، نحن لما خرجنا ما خرجنا لنقش مع الدعم السريع، خرجنا لخطوات صحية، والتالي وجدنا هذه الفرص وعدنا فرحين جدا جدا ونجلس مع إخوتنا ونصحح ما يمكن تصحيح. الاعتذار قدمناه خلاص، الشعب السوداني ما قتلناه أصلا، كنا بأضعف الإيمان مع أهلنا، لو كنا في الميدان مع صدق كنا بأضعف الإيمان، وسنظل إن شاء الله بالوجود الآن معهم قلبا وقالبا. رأيكم في الكرامة الوطنية؟ ما عندنا مشكلة مع الكرامة، الآن نحن آبائنا وإخواننا الآن أسرنا الآن وإخواننا أشقائنا الآن مع الكرامة، ما عندنا مشكلة خالص، سنواصل إن شاء الله مع الكرامة إلى أن تتصل السودان ويطرد هذا العميل الخبيث إن شاء الله. تقدم، أنا أعلم تماما تقدم، حاضنة سياسية واسعة جدا جدا، فيه تباين، فيه اليسار وفيه اليمين وفيه ما فيه، لكن الشدة أكدت فيه فجوة، سواء كان فجوة مبطنة بيننا بين تباين موجود جدا جدا، إذا كانوا هم بيروا بأنه مثلا بيروا بأن حدث داخلي
كثيرين من السادات بيقولوا عن حركات الداعش وبيقولوا بصراحه ده الشيء خلانا احنا جبنا 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 السبب خلانا نحب اننا جزء بسيط جدا جدا او في زيليه التقدم، وبالتالي فلا داعي نكون موجودين في داخل جسم يحضرون احنا زيليه او يدينا جوع بسيط جدا من المشاركه، وبالتالي نظل معه يعني اتبع. عشان كده بنرى بانه دخول الحركه في تقدم كان في انهيار تام للسلسله الاداريه، او كثير من الناس اللي عندهم مواقف مع التقدم تنازلوا او تراخوا عن مواقفهم، ان شاء الله الجايين حيروكم اكثر. شكرا. أنا دارس عن حاجة وشوفها وضعت المسألة بتاعنا الانشغال بتاع عندك الأخ صمد والناس تتبعهم المسألة دي بدت يعني مشوا عمل المؤتمر بتاعهم في تشاد وفي نفس الوقت كان عبد الرحيم موجود هناك يعني إذا قلت جماعة المالية بأنه في تنسيق مع الدعامة مع الدعم السريع لا في لأنه هو في نفس الوقت مجمع وقال لأنه يطلب الحوطة بأموال طائلة بحيث أنه داري يقتل الحوطة يعني الهدف كان في أنه داري هو حوطة العدل المساواة يعني هنا كنا نقول مع المعلمين بأنه صدر ما ورانا لا كان عبد الرحيم موجود في الجمينة وفي حضرة عندك محمد كاتم كان ساعين بأن يدمروا الحوطة وفي حاجة تانية كمان يتوفروا تضيفوها الدكتور كان في فترة اللي انتم انصرفتوا من الحركة كان بيبذل جهده كله في عند تصحيح الوضع في السودان الداخلي كان يعني تنظيم عندك الحكم وعندك نقل الأشياء في السودان المنظمات أو عندك الإدارات الوزارات في السودان انتم ما رأيتوا المسألة دي هنا يعني شفتوا المسألة بتاعكم بس يعني انضباط وعارفين انتم خلفية هنا ناس تقدم هم ذاتهم يعني مع الدعم السريع واحد اذا كان قلتوا مع المعنيين بالاجنده دي حاجه ثانيه يعني بالاضافه يعني فعلا الدكتور انشغل بالتنظيم الاداري للحكم عندنا في السودان لكن فعلا في تصوير يعني ما قدر يمشي عندك الحركه زي ما يعني لكن احنا بنعزله ليه؟ لانه اول حاجه تنظيم الدوله اهم من شيء عندك الحركه ولكن بعد كله الدكتور حاول بقدر الامكان يبذل جهده ويصحح الحلقه وبدا في تكوين عندنا اللجنه التنفيذيه الجديده وربنا يوفقكم وربنا يوفقكم انتم كمان في جيدكم لنا وتكون سنه دائمه ان شاء الله ما يكون ثاني في اي حاجه شكرا لكم. شكرا للدكتور صاحب عبد الله شكشاك منظمه المجتمع المدني السوداني. من خلال أجوبتكم لبعض الأسئلة الصحفيين والمداخلين ادعيتم أنكم لا علاقة لكم بتقدم أو تواصلكم مع ميليشيات الدعم السريع ضعيفة وتواصلكم مع تقدم ضعيف لكن اتمنينا كانوا تكونوا جريئين تنتظروا علينا كشعب سوداني على الجرائم التي ارتكبتوها مع الشعب السوداني قبل انشقاقكم من السدد فلا تنسوا اجتماعاتكم والتوثيقات الموجودة على مستوى العاصمة اليوغندية كامبالا في منطقة مونيون وبالتحديد
ومراسلاتكم ومتابعتكم عبر التنسيق المحكم الذي يدعى سمير شربايب ذاك الرجل المسؤول من واحد من مقاتل ميليشيات الدعم السريع في شرق افريقيا. هو كان مسؤول من بعد اعداء حركتكم قبل انشقاقكم. هو كان بيدفع الاجور بتاعت الشجر. هو كان بيدفع تذاكر الطيران. وبرضو كانوا تقولوا شجعات تقولوا اننا بعض الناس جو وصلوا العاصمة اليوغندية كمبانا وتقطع بهم السبل بعد مؤتمر عديس أبابا وانتقلوا الأهالي لإنقاذهم من ناحية إنسانية. وبعضهم الآن وصلوا السودان وهم ما وصلوا عبر المؤتمر الصحفي لكن كانوا شجعان وأنا يبدو شجاعتهم أقوى من شجاعتكم أنتم الآن بسبب المؤتمر الصحفي. فالجزئية التالية ما تم في العاصمة التشاديه في المينا كفيل انه يبيكم ومبرر الرئيسي انكم انتم من اكثر تعتذروا للشعب السوداني. لكن زهدت جدا لما قلت انتم ما خاطبتوا الشعب السوداني. انتم خاطبتوا الشعب السوداني طالما دعمتم الشيخ الدعم السريع. انتم مسؤولين من يوم المؤتمر الاديس ابابا لحد انشقاقكم مسؤولين من اي دوله غير في السودان ده. مسؤولين من اي ايام مدنيه دمرت في السودان ده. فأنا مستغرب يعني السؤال الجوهري البياناتكم كانت يعني الحركات المساواة السودانية ما تبقى إلا وأن تصفوها بفرعون زمانها. الجدة شنو ما لحد الآن الدكتور كبير هو رئيس الحركات المساواة السودانية. الجدة شنو الإصلاح الحسن شنو في الأرض المساواة السودانية خلاه أنتم تشقوا تجوا أم هي صحوة الدمير. ونتمنى إنه يكون ما إصلاح في حركات المساواة السودانية. نتمنى إنه يكون صحوة الدمير لكن الشجاعة الفينية من المفترض يكون موجود انكم من المفترض تزورونها لانك شعب سوداني. لكن لحد الان انتم باعتبار المسلمين دير انك شعب سوداني وكل جرائم ارتكبتها الدعم السريع واعوانه اللي هو انتم ذاتوا كنتوا شكلتوا الحادثة السياسية للدعم السريع. فدي انتم مدانين بها وما بتختبر ولا بتسكن بالتقادم بنصوص القانون. الحاجة الثانية برضو ما تنسوا زور مكان هربت من عديس أبابا وجدت نزل في غرف كامبالا. الكلام ده سجد كويس عشان أنا بشير في مشاكل قانونية. زور نزل في غرف كامبالا وسلمتو أجهزة بتاع إحداثية الجي بي إس عشان يسلموك وفي الفاشل والكذب. الكلام ده فجأة برضه يعني تقولوا ده زوركم. الكلام ده أنا مزعجاي بس المنسة يحط كويس لأنها بيحتاج فيها بطاعة قانونية. شكرا جزيلا. شكرا من تاريخ انضمامنا لحركة الصدر في مؤتمر أديس أبابا في أغسطس 2023. فقبل ما دار تصبح مجرد اتهامات وغيره نحن ما بنعرف الحتة دي لكن يعني نكون مسؤولين من تاريخ انضمامنا وحضورنا لتلك المنظمة. طيب بالنسبة لسؤال الأخ عبد الله من منظمات المجتمع المدني هو بيتحدث بانه يعني نحن كاننا شركاء في مع حركه مع ميليشيا الدعم السريع وقاتلنا مع الميليشيا فيصبح مجرد اتهام. نحن واحده من الاسباب اللي انشقينا من حركه سليمان صندل من الاسباب مجرد مش ناهيك عن قتال وتنسيق والى اخره. لا ابدا
مجرد تقليدات لما نعرف بس اشتبيع زي ما بقولوا اشتبينا ريحة بس تقارب على تعمل سريع طبعا من الحركة دي ولا ليلة. فالكلام ده يمكن كان قبل أكثر من سنة يعني بعد المؤتمر مباشرة يعني الأخوة الحاسي موضوع على البيان بتاع الإشغال وغيره يعني لم ينشقوا من أمس أو يعني أمس الغريب أو غيره بل دي كان عندهم مواقف شيء يعقب لأكثر من سنة يعني فقبل أن يرتكب الميليشيا هذه الجرائم وهو إلى قيره وشكرا جزيلا. الشباب الذين خرجوا كلهم يعني من اليوم الأول كانت في ثلاثة أزيلة دارت وتم الحوار مع الأشخاص. فالسؤال الأول هل هنالك علاقة وطيدة مع الدعم السريع؟ هل هنالك مبالغ أموال من الدعم السريع؟ هل لدينا أي رؤية على سن نكون جناح سياسي للدعم السريع؟ دي كان نزل المطروحة للمكتب التنفيذي اللي تم شنو تشكيله. ولكن الإجابات لو أننا ما في دليل ثابت في اللحظة على سنه نقدر ندعي أو نقول إنه في حاجة ثابتة زي ما ذكر الأستاذ شريف بمجرد ما ظهرت بوادر بسيطة يتخيل لي الناس من الأسبوع الثاني من المؤتمر الاستثنائي فكان في نقدر نقول عليه خروج الشباب بصورة جماعية يعني خرجوا بصورة جماعية وكنا نناحد من داخل المجموعة كنا نناحد والشباب خالي يعني مع عدد الحياة القيادية كل الشباب الموجودين ما يتخلي الموضوع ما كان بالنسبة لهم بنفس الغرض من أجله نحن قمنا نحن خرجنا من أجل تصحيح وجدنا إنه نحن ماشيين لا يمكن تصحيح أشياء بنفس الأخطاء القديمة. وبالتالي يدخل لي واحد من الحاجات بموضوع نحن رجوعنا ما راجعين بمصالح ولا راجعين بحاجة محددة بل أنا أتخيل لي العدل والمساواة بيننا نحن مع العدل والمساواة منذ نعومة أظافرنا والتاريخ مش هدينا فدي حاجة بديهية جدا جدا كوننا راجعين للبيت الكبير ومن هذه المنصة نحن كمجموعة نعتذر للشعب السوداني جميعا إذا كان في لبس نحن جزء في هذا اللبس وجزاكم الله خير. شكرا دكتور. طيب معلش يعني نعتذر للاخ السائل في جزئيه من السؤال ما يتعلق بانه قال انتم خرجتم وعدتم ما الذي استجد يعني قال هو دكتور جبريل موجود ولا اخر. طيب في الصف اللي احنا كنا طلعنا فيه الحركه يعني كانت متخذه موقف احتياط اللي هو كان موقفنا اللي اتخذناه انذاك في اديس ابابا الان تغيرت الموازين واختلف الأمر تماما. الآن نشاهد حركة العدل والمساواة تشاهد بقوة وخرجت عن الحياد وتقاتل مع القوات المشتركة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة لصف هذه الميليشيا التي لفظناها نحن يعني. فلذلك يعني قط النظر عن الأخطاء التنظيمية لا نقل ونعترف بأن الحركة حتى الآن يعني هي مبرأة
ولكن يعني طغت على السطح مستجدات. الآن هذه المستجدات يجعل الجميع يتناسوا عن المرارات وعن السقايل لسطح هذا العدوان، وإلا سوف لا نجد يوما سودانا أو أرضا محكومة. شكرا جزيلا. سؤال انا قاعد لك على كنتم انشقيتوا في اثناء الحياد اما بعد الحياد. الحاجه الثانيه ما دام انتم كنتم مع صنبر يبقى انتم اصلا يعني مشتركين، يعني انا معليش بعد الاعتزال لكن مشتركين في الجرائم التي حصلت في 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 المجتمع السوداني، والجرائم التي حصلت يعني في المجتمع السوداني وخاصه دارفور، يعني بهمني دارفور يعني. فلا زال يعني صندوق متعلق مع المتقدمين بغالي المتقدمين، وانتم اتيتم بجاي، ولكن لماذا انتم كنتوا انشقيتوا؟ يعني لانه نضالكم كان طويل من نعومه اظافركم، كنتوا في العدل والمساواه ودي اسم على مسمى، ولكن الحيره انه هل يا ترى إذا كانت فيها ثلاث الناس وأنتم أنتم انشقيتوا، هل يا ترى بعد الانضمام نحن يعني الآن في الخندق واحد في الميدان، هل يا ترى تمشوا معانا في الطريق الصحيح؟ أما أنتم إذا كان هنالك هنات وذنات دائما تذهبون إلى إلى ما جهة أخرى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طه عبد الوهاب مدير مركز النار للخدمات الصحية. أولاً التحية للعائدين للحق والعائدين إلى سبيل جبريل إبراهيم الدكتور وأعوانه وأخوانه. أنا بس عايز أسأل سؤالين. السؤال الأول، أنتوا أصلاً انضمتوا أعتقد في شهر 6 أو 7 انضميتوا للدكتور سليمان صندل والدكتور وحسابه والشارع باسمه ثاني باسمه المهم. يعني أنتم ذهبتم ثم عدتم، لماذا؟ يعني هي بوابة مزرعة يعني تمشوا زي ما دايرين وزي ما دايرين، وسألهم يقولون كيف أنا مزرعة بالمزرعة؟ يقولون كيف؟ احتمال أنتم تكون طوابير، احتمال أنتم 15 أو 53 اللي قاعدين دول، احتمال فيهم 20 طوابير جايين من هنا وجونا، فكيف تسمع حركة العدل والمساواة أصلاً؟ لعودتكم مرة أخرى. والله أنا قلت لدكتور جبرين والله ما أكلكم. والله ما أكلكم. وأدعو الآن حركة العدل والمساواة بقياداتها أن تعيد النظر في هؤلاء العائدين، لأننا نظن أن فيهم أناس طوابير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. زينب ياسين، هيئة الإذاعة والتلفزيون. أنا عايزة أتحدث عن انشغالكم ثم عودتكم وانضمامكم، وماذا بعد الانضمام؟ هل في رؤيتكم إنه الاحتذار ده إذا أنتم تكرمتوا واعتذرتوا للشعب السوداني
بمختلف شرائحه في كل ولايات السودان، ابتداء بالفاشرة اللي تمرت، ابتداء بكردفان ودارفور والشرب والغرب، كلها اتلخبطت. هل احتذاركم انتم حيديكم السماح؟ هل الشعب السوداني حيقبل الاحتذار ده ويقبلكم انتم تاني عشان تقفوا في صفوفهم؟ في البداية اتكلمت الأستاذة بانه انتم بتباركوا عودتكم للعدل والمساواة وعايزين تقفوا سند للقوات المسلحة. هل القوات المسلحة حتسمح بالجبتة دي؟ واذا هي سمحت السودان حيسمح؟ اكيد ما حيسمح ولا حيغفر بالحاجة اللي حصلت، اختصار، تشريد، انتهاكات لحقوق الانسان. فنفس الانسانية دي حتطالبكم باكثر من احتذار. واحد. السؤال الثاني، هل عودتكم للعدل والمساواة هي بعد إحساسكم وإيمانكم القاطع بأن الدعم السريع انتهت؟ ونحن نشهد بأن الدعم السريع انتهت، هي مسألة بتاع وقت ويتحرر السودان وقوات الحقيقية قوات الشعب المسلح. شكرا أستاذ، شكرا شكرا. طيب أجاب على بعض إن شاء الله. السؤال اللي بيقول هل انشغاقكم قبل الحياة أم بعد الحياة؟ نحن حقيقة أول حاجة نؤكد خروجنا كان خروج من أجل التصحيح، دي إيمانا كقناعاتنا إحنا، بعد ذاك الآخرين يقتنعوا ما يقتنعوا، لكن نحن كناس مؤسسين للحركة ماذا؟ ما جنود بنرى بأن هناك أخطاء تنظيمية ونرى بأنه في ضوء أخضر لمعالجتها وفي استجابة قوية جدا، عدنا إلى أداءنا نحن. نحن ما في زول بيساعدنا على عدل المساواة، نحن مؤسسين فيه وكأننا خرجنا من منزل لأسباب وعدنا ولنا العزة في ذلك أبدا. اثنين، السودان ده ما بلدنا نحن، ما في زول بيقرأ السودان من نحن. الآن إخواننا أنا الآن أتكلم معكم، دين عند القوات المسلحة في بيتنا، في بيتنا الآن موجودين أخوان شقيقي من الناس بيقاتلوا مع الجيش صفا بصف. صحيح انا مشيت تقديرات مخطئه وجيت راجع، لكن انت بتمشي من السودان، انا سوف اقاتل مع الجيش. انا قلت لك يا اخي ثلاثه خطا، انا ما مساهم ابدا وساظل مع الجيش، والان اسرتي واخواني نحن قدام كلنا، الان كلنا في الجيش، كلنا بندافع عن السودان. انت ما من حقك اصلا، انت ما تملك لنا السودان، حقنا جميعا دي النظره. انا جيتك اعتذرت اقبل، لكن انت ما عندك الحق ولا عندك زيادة على أنك أنت تخرجني إلا إذا ارتكبت جريمة من حقك. صندت ذلك حسي الآن نحن مجرد تقريرات كما قال صاحبي، مجرد تقريرات فقط. أنت تتكلم ده ما عندك دليل قاطع. أنا والله لو كان في دليل قاطع إحنا كنا مع صندت ذلك في الهيئة القيادية كان إحنا نرجع بديل، لكن ما عندنا دليل قاطع، ما في دليل قاطع أثبت لي. ما في البوليس يقول لنا إحنا نسمع سمع حسي نسمع منك، صحيح أنت إعلامي بتسمع، لكن إحنا ما سألناه بثلاث أسئلة، من أين لكم بالمال؟ المؤتمر الاستثنائي عملوا ده يا جماعه، جبتوا قوه من وين سالناهم؟ الاخوه موجودين قالوا ده عباره عن منحه من الحكومه التشعبيه. قلنا جدا نحن بالمناسبه لعلمكم عشان ما في زول جاي، والله ما عندنا اي علاقة، اي اجتماع غرد فيه صندل قعدنا. كلف كم المؤتمر؟ معليش كلف المؤتمر ما بعرف انا ما بعرف، لكن في النهايه بقى انت ممكن من حاجه بتعرف، لكن انا شيل باكد لك يا اخوان، نحن والله بنرى باننا اخطانا في تقديرات تنظيميه، وعدنا لنقف حركتنا وقفة رجال ونصحح، ده تقريبا هدفنا ان شاء الله. شكرا استاذ التجاري للتوضيح، شكرا. ما وضحت السؤال اللي انا سالته. اجاب على الاستاذ كمان، تفضل استاذ. شكرا استاذ التجاري على طيب بالنسبة لسؤال الأستاذة زينب، هل يقبل الشعب السوداني الاعتذار؟ طيب الاعتذار أصلا هو من شيم الأقوياء، والاعتذار يجب أن يكون أصلا من جريمة مقترفة. نحن الآن المتواجدين الذين اشتقينا أيادينا بيضاء، لم نسفك دم، لم نحمل سلاح، ولم نقاتل مع سليمان، حتى سليمان صدقوني وأنا ما عسكري، لكن الإخوة العسكريين يعلمون ما
ما عنده جيش ذاك ولا عنده جيش كبيدان ولا عنده زي ما تفضلت في بداية حديثي طبقوا ثلاثة ولا أربعة أشخاص يتجولون بألقاب وبأسماء ما في حاجة بشكل ونحن أعلم منكم جميعا يعني في ناس تتكلم مجرد سماع لكن ما في والناس بتعرف بعض يعني بالنسبة للأخ السائل تكلم عن كلام عن هل يعني كأم يعني بيقول هل رجوعكم ده كان بعد قناعتكم بالانتهاب قوات الدعم السريع ده؟ أبدا وحتى الآن ما في زول يقدر يقول الدعم السريع انتهى لو شايفين الدعم السريع اليومي فضايعه جرائمه اليوم أو الأمس الفاشل تقصف ومدن كثيرة جدا مستباحة ما قلنا دعم السريع هنا على جينا ولم أصلا نقيم ونعترف أننا يوم من الأيام كنا موالين لدعم السريع بل ذكرنا في بداية حديثنا بأن السبب لانشقاقنا هو مجرد تغريدات سير المصدر أو تقارب من الدعم السريع كان سبب كافي جدا انشغينا من أجل ذلك شكرا جزيلا شكرا يا واحد هنقترع الأسئلة أتيها الفرصة للأستاذ التجاري التلاوة قبيل التلاوة نعتذر إذا كان هناك يعني أجوبة غير مقنعة على بعض الإخوة ونعتذر أيضا الإخوة الذين لم نجاوب على أسئلتهم وإن شاء الله نحن موجودين إن شاء الله كل لحظة متاحين إن شاء الله وأتينا صادقين وشاكر ومقدر لكل من أتى لحضر هذه الجلسة الطيبة المباركة وإلى الآن إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.